هلأ دورك برديهي. يلا برديهي، انت ليش واقفه هيك؟ سلفتي تعي. سلفتي يعني انا ضروري اعمل هيك؟ قصدي ضليت مدري قديش عم بعمل مانيكور يروح هيك، وهذا اللون كمان كتير غامق. خلص انا ما بدي. شو رح نقضي الحفله عليكي؟ عنا شغل كتير. سمعتي؟ يلا لشوف. يمكن آرتي كرهانتنا هلأ، قبل ما تروح ما حكيت معنا شي، ما عم تروح من راسي، عم ضل اتخيل وشها. كان في حزن وعتب بسكوتة، ما هيك؟ شبها من شوي كنت عم تحكي نفس الحكي، يعني الدنيا هيك ورح تضل ماشية مثل ما هي. أعطيها شوية وقت لآرتي، بكرة بس تتركن بهذاك البيت وتدوق حب ياش إلها رح تنسى كل شي مرقت فيه، ورح تنساني وتنساكي. أخذتي أدويتك أنت؟ رح جبلك الدواء لهون. آرتي راحت، هلأ صار لازم ندير بالنا على بعضنا. ياش، شو رأي هلأ؟ ابني لسه الحفلة ما خلصت. معلش ماما، أنا هاي الشغلات ما بحبها. مليت ما؟ إيشو عم نتسلى؟ هاي العادات لازم تصير، وأنت لازم تضلك هون. بس يا أمي. أخي خليك شوي معنا، زبطنا أنا والشباب كم مفاجأة وبدنا نحتفل. لا شكراً، شكلي ماني قدران أسهر. شبك لك أخي؟ صار له من الصبح عم يشتغل من شانك، سهر لك شي شوي من شانه، جبوره بخاطره وخاطرنا. ليك وشو شلون صار ما بيتفسر؟ شو مالنا قد المقام يعني ما بينسهر معنا؟ ليك وشو صاير ما بيضحك للغيف السخن؟ ليك؟ أي صحيح أخي، بترجاك خليك معنا. هيك ها من الأول. يلا ماما، بيت البابا الجديد كتير كبير مو هيك؟ عم يوجعك الجرح؟ ما عاد وجعك الجرح بنوب ما؟
يلا حبيبي تعال لنيمك بحضني. خير شبو؟ بعرف انه تعب كتير اليوم، بس انتي خلي حدا ينيمه وروحي كملي الحفلة من شان الضيوف. أنج رح حطك مشان تنام شوي وبعدين برجع لعندك. ما بدي ماما، بدي نام بحضنك وبدي ضل جنبك. بعرف ما رح يرضى ينام هلأ. أنتي ما تاكلي هم، رح أروح مشان الحفلة ورح أنتبه عليه كمان. هلأ بدنا نبلش بالتدوير على الخاتم بقلب الحليب والمي. يلي بيلاقي الخاتم بالأول من العروس والعريس هو يلي رح يحكم التاني، واللي بيحكم بيحكم على طول. يلا سلفتي آرتي استعدي منيح. برديهي بدنا نحافظ على سجل العيلة، الشباب دائما عنا هنن يلي بيربحوا. هلأ شو نبلش؟ رح عد لثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. انتبه منيحة. ولا يهمك. مرحبا أستاذ. هلأ شو؟ رح أربح عليك وضل أحكمك طول عمري. لنشوف. مستحيل خليك تحكمني هيك لكان. لنشوف مين رح يحكم التاني لكان.